نجم النادي الاهلي. كابتن عادل اهلا بيك. يا بيبسي يا حبيبي، شفت بقى اهو ابنك عشان قالوا شبه ابنك عملت معانا مداخله، وانت مش عايز تخش معانا ولا تيجي عندنا، اتكلم قول كابتن عادل. أيوة. كل الناس، انا قلت في البدايه انه هو مش ابن الكابتن عادل، كل الناس النهارده عمالين يتكلموا ابن الكابتن عادل عبد الرحمن، ابن الكابتن عادل عبد الرحمن، قلت لهم ابنه ملوش دعوه بالكوره خالص. لا، واللي مزعلني ان كبروني قوي في السن كده، يعني كبروني في السن لما يبقى عندي ابن كبير قوي كده واخد الرخصه. ايه صح، انا عجزت قوي. لا انت لسه شباب يا كابتن، بسم الله ما شاء الله. لا طبعا، قول لي يعني الخبر ده اخد، يعني انت طبعا الخبر ده هيطلع منه ليه؟ فين الرخص؟ احنا موقفنا ايه من الرخص اللي هي نمره واحد اللي ايه؟ لا الايه الحمد لله عندي، انا واخدها لكن عشان الاتحاد الاسيوي. لا هو عشان الافريقي البرو، بس لنا البرو بس هي دي المهمه. البرو لازم تتعمل الايام الجايه، لان البرو دي يعني ايه يا كابتن؟ معلش فهمني برضه، انا ماليش قوي في الرخص. الرخص في سي وفي بي وفي اي وفي اخر حاجه البرو، البرو اللي هي البروفيشنال. احنا خدنا في مصر الى الاي، المفروض ناخد البرو علشان نشتغل في دول الخليج واوروبا وفي افريقيا بقى. يعني كابتن حسام البدري حصل له مشكله في الجزائر، وانت عارف. بس يمكن عشان ما معوش الايه. لكن انت بتتكلم على ان لازم المدربين او لازم الاتحاد المصري او لازم المسؤولين عننا. زمان كان الكابتن شطه والكابتن محمود سعد كانوا بيجروا فيها كتير قوي بيعملوها. طب ايه سبب تعثرنا يا كابتن عادل بصراحه وبامانه؟ والله انت شايف ان الاتحاد ما كانش فيه استقرار، جابوا فنجان، شالوا الكابتن محمود سعد في وقت الكابتن محمود سعد على الاقل كان بيعمل لنا حته الرخص دي، وعمل حاجات كتير للمدرب المصري. يعني لولا الرخص دي ما كنتش بتشتغل في الخليج. انت فاهمني؟ يعني اديك في مدربين مثلا، في مدرب بيلعب بطوله افريقيا قعدوا في المدرج، ده حاجه برضو لا تليق طبعا. ودي كانت هتحصل معايا في السعوديه لولا اللي انا معايا الايه ولعبت ابطال اسيا. بس دلوقتي اسيا حولتها للايه، للبرو، فلازم ناخدها. دي كانت اول، انا بقول لك الدكتور محمود سعد والكابتن شطه كانوا بيبحثوا وراها وبيشتغلوا عليها كتير. انا قلت يا كابتن ان الاتحاد الافريقي بيكايل بميكيالين، لو شفنا بعد نهائي الاهلي والوداد بيتسو موسيماني رجع تاني بعدها تقريبا في خلال شهر، كان في دوره للرخص دي في المغرب. ليه احنا ما بنتابعش ونقول حقنا فين؟ لان المغرب عباس، المغرب هم اللي بيتابعوا، هم اللي بيجروا، هم اللي بيعملوا. ما حدش هيجي يقول لك، عشان كده انا حكيت لك الموقف. ما حدش كان يجي يقول لك انت عايز الرخص ولا نعمل لك الرخص. لا، كان لازم انت اللي تجري وانت اللي تعمل وانت اللي تشتغل كالتعال، زي ما كنا بنعمل الاتحاد اللي قبل كده، اللي هو ده كان مسؤولية محمود سعد وشطة وكابتن شطة، الاثنين هم اللي كانوا بيعملوها. طيب ايه المطلوب بقى؟ قدروا ان يعملوها. المطلوب التحرك يبدأ منين؟ من الاتحاد نفسه. لا، الدكتور جمال محمد علي مثلا قالوا انه قعد مع نيلو فنجادة وقعد مع كابتن شطة وكابتن محمود سعد واتكلموا على الجزئية دي تقريبا قريب، من فترة قريبة كان نيلو فنجادة هنا زيارة خاصة بعد ما مشي. هو ماله فنجادة؟ هو فنجادة كان بيعمل ايه؟ فنجادة ما كانش بيعمل حاجة. خلاص نستبعد فنجادة، ايه اللي ممكن يعمله جمال محمد علي وشطة محمود سعد؟ فنجادة ما كانش بيشتغل لصالح الاتحاد المصري. فنجادة كان راجل جاي كده عايش حياته وخلاص. طب نستبعد فنجادة كابتن، يعني في استبعاد. لكن كابتن جمال محمد علي وراجل هو استاذ التربيه الرياضيه وراجل كان عميد كليه التربيه الرياضيه وكان عضو مجلس اتحاد المصري لكره القدم، في الاتحاد كابتن شطة بما له تاريخ من في اتحاد الكوره، الدكتور محمد سعد راجل برضو اكاديمي ومدرب كره قدم. ما هو الحاجات دي لازم هم اللي يبحثوا فيها تاني، هم اللي يبدأوا فيها زي ما كانوا بادئين قبل كده. لازم نشوف الرخص تتعمل امتى وازاي، ولازم يدخلوا كل الناس اللي هي المفترض ان انت تأهلهم بالرخص، لان خلاص العالم كله مش بيشتغل الا برخص. انت فاهمني؟ تمام. يعني دلوقتي لازم يعملوا الدراسات لجميع الناس اللي موجوده في مصر، الناس اللي هي خلصت الايه، المدربين اللي عندهم الايه لازم ياخدوا البرو عشان يشتغلوا بره، والناس اللي عندها البي لازم تاخد الايه على نفس التدرج.
لازم يشتغلوا كده، لانه لو ما عملوش كده مش هتلاقي مدرب مصر في اي دوريات. طيب يعني معنى كده ان احنا محتاجين مدير فني للاتحاد؟ انت طبعا انت محتاج حد يشتغل على تحسين المدرب المصري. هو انت، انا اسالك سؤال، فضل. هو انت مثلا لما بتجيب مدرب اجنبي، انت جبت مدرب اجنبي للاولمبي المصري صح؟ صح، وللاول. وللاول تمام. انت المدرب الاجنبي بتاع الاولمبي ده كان ماسك شباب الهلال، تمام، كان ماسك فرقه شباب اللي هي الصغيرين بتوع الهلال. يعني عشان اوريك ان بيجيبوا المدربين عاملين ازاي هم في الخليج يعني. فانت بتتكلم على المدرب، لازم المدربين المصريين تشغلهم، لان انت كده خلاص سمعه المدرب المصري بتقل. يعني يا كابتن، لما كانش الموضوع ده تحديدا حصل النهارده واتكلمنا، اتكلم كل وسائل الاعلام اتكلمت عليه، والاتحاد الافريقي والاتحاد المصري وكل المواقع والجرايد والتلفزيونات اتكلموا، ما كانش الموضوع يبقى فيه جديد، او ده يعني رب ضارات النافعه زي ما بيقولوا؟ يعني هي اشاعه جت مصلحه، لان الناس لازم تنتبه ان الكره المصريه والمدربين المصريين، انت عارف ان الكره موضه. كابتن حسن شحاته لما جاب لنا بطوله 2006 و8 و10 كانوا بيجروا على المدرب المصري صح في كل حته عشان يجيبك. انت دلوقتي المدرب المصري لا تواجد له في اي مكان، وده بفعل افعالنا احنا. كنا بنجيب مدربين اجانب اقل من امكانيات المدرب المصري، وبتسيب المدرب المصري. كان المدرب المصري ما بيأهلش نفسه كويس او بيشتغل كويس، لانه ضامن المحطه القادمه، بمعنى ان هو ما بيجتهدش في شغله لانه هو ضامن المحطه القادمه، لان الموضوع سمسره. وعشان كده لما انت بتحصل لك حته الشغل بره والرخص وكده، ما بتلاقيش حد يشتغل بره. كنا الاول غازيين كل حته، دلوقتي انت ما فيش مدرب مصري بره في الوقت الحالي. طيب الا في العراق مثلا، كابتن مؤمن سليمان وكابتن طارق مصطفى في المغرب. طارق مصطفى في المغرب صح. انت لازم تطلع، لكن مش كابتن حسام البدري في الجزائر. بس انت لازم تطلع خلاص. انت المدرب المصري سمعته لما انت جبت مدربين اجانب في كل حاجه، فسمعة المدرب المصري أكيد، يبقى أنت ما عندكش مدربين. الحاجة التانية كمان مش مؤهلين رخص، عندك مشكلة كبيرة. ناخد من الموقف ده يا كابتن ونبني عليه إن شاء الله، ده برضو الإيجابي، بعض السلبيات نتغاضى عنها، ويبقى برضو الاتحاد المصري مع الاتحاد الأفريقي ومناقشة الاتحاد الأفريقي لتحديد مواعيد للدورات التدريبية المختلفة، حتى يحصلوا على البرو، ويبقى إن شاء الله كل مدربينا المتواجدين في الفترات اللي جاية مليين كل الملاعب العربية والأفريقية، وليه لا الملاعب الأوروبية. أكيد طبعا، يعني أنت عندك إمكانيات كويسة في مدربين كويسة. سيبك من ان احنا بنحب جلد الذات وبنحب الاجانب، لان طول عمرنا بنحب البرنيطة، وطبعا احنا حافظين مش فاهمين. طيب. نجيب مدرب اجنبي على اقول لك بس دي قبل ما تقفل، نجيب مدرب لا مش هقفل، لسه معاك، انا لسه معاك. لا يعني نجيب مدرب اجنبي اقل من المدرب المصري، وانت شفت كتير في المدربين الاجانب اللي بيجوا. وبعدين خلي بالك يا بالعقل، المدرب اللي بياخد اقل من مثلا من مليون دولار في الشهر، اللي انت ما بتقدرش تجيبه، هو ده اللي يعمل لك طفره في الكوره. لكن اللي بيجي ياخد زي المدرب المصري او يبقى ياخد مثلا 50 و60 الف ولا 30 الف دولار، ده مدرب الليفل بتاعه ليفل قليل قوي في اوروبا، فالمدرب المصري احسن منه.